السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مادة التربية الدينية الإسلامية. الصف الثاني الابتدائي التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الأول. يلا مع بعض كده، المحور الأول من أكون؟ عبادات. واحنا عارفين ان المنهج متقسم، منهجنا متقسم الى عقيده، سيره، شخصيات، عبادات. طب النهارده درسنا من دروس العبادات قصه المسلم نظيف. قصه المسلم نظيف هي جايه من اسمها، قصه ايه؟ المسلم نظيف، يبقى لابد ان يكون المسلم نظيف. طب هيا مع بعض كده نتعلم قصه المسلم نظيف. دخلت الأم حجرة زياد صباح يوم الجمعة قائلة: هيا يا زياد تجهز للصلاة مع أبيك وجدك. فرد بحماس: لقد استعددت يا أمي، فقد اغتسلت ولبست ملابس نظيفة وتعطرت، وها قد أنا أمشط شعري بالفرشاة. طيب تعالى كده مع بعض نفهم الفقرة دي بتتكلم عن إيه. بتتكلم عن الأم إن هي دخلت حجرة ابنها زياد صباح يوم الجمعة وقالت له: هيا يا زياد تجهز للصلاة مع أبيك وجدك. يا ترى هنصلي ايه؟ كلنا عارفين ان في صلاه يوم الجمعه اسمها صلاه الجمعه. الصلاه ديت علشان نروح نصليها يا سنه تانية لازم نستعد ليها. طب كيف نستعد للصلاه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا ايه، يوم الجمعه بنغتسل، يعني ايه؟ يعني بنستحمى وبنلبس افضل الثياب، ان تكون هذه الملابس ايه، نظيفه. ونتعطر، يعني ايه نتعطر؟ يعني نضع ايه، العطر في ملابسنا، وتكون كمان ريحتنا ايه، حلوة. وكمان نعمل ايه؟ كمان نمشط شعرنا ونذهب للصلاة، ايه؟ لصلاة الجمعة. فالصلاة لابد ان يكون ايه، شرط من شروطها الطهارة والنظافة، لان المسلم ايه، المسلم نظيف. يبقى زياد كيف استعد للايه، للصلاة؟ ان هو اغتسل ولبس ملابس نظيفة وتعطر وايه، ومشط شعره بالفرشاة. يبقى ديت ايه، دي الحاجات اللي زياد عملها علشان يروح يصلي الجمعة مع باباه وجده ويكون ايه، ويكون نظيف. يبقى كل الحاجات اللي عملها زياد ديت بتدل على ان هو ولد ايه، ولد نظيف. والمسلم لابد ان يكون ايه، ان يكون نظيف ورائحته عطرة وشعره ايه، ممشط جيدا، ها، وملابسه نظيفة. هيا بنا يا طلابي نستكمل درسنا. قالت الأم: ما شاء الله يا بني، ما أجمل مظهرك وما أطيب رائحتك. رد زياد وهو يمشط شعره: شكرا يا أمي. فالمسلم لابد أن يكون مظهره نظيفا. معنى كلامنا كذلك ان قالت الام: ما شاء الله يا بني. واحنا طبعا لما نيجي نشوف حاجه كويسه او حاجه حلوه لابد ان نقول ايه، ما شاء الله يا بني. طبعا زياد كان مظهره جميلا جدا ومظهره رائعا، لذلك قالت له الام: ما اجمل مظهرك وما اطيب رائحتك، عشان خالص ان هو طبعا كان ايه، كان ملابساته نظيفه وكان ايه، معطرا برائحه ايه، طيبه. عشان كده الام قالت: ما اجمل مظهرك وما اطيب رائحتك. رد زياد وهو يمشط شعره: شكرا يا امي. طبعا لو حد قال لنا حاجه كويسه لابد ان ايه، ان نشكره. فالمسلم لابد ان يكون مظهره نظيفا. بص زياد قال ايه، زياد قال ان المسلم لابد ان يكون مظهره ايه، نظيفا. لابد المسلم ان يكون مظهره ايه، نظيفا، لابس ملابس نظيفة، متعطر، ممشط شعره بالفرشاة. فكل ذلك طبعا من ايه، من صور المسلم الايه، النظيف. لذلك يقول ان المسلم لابد ان يكون مظهره ايه، نظيفا. برافو يا طلابي. همت الأم بالخروج من الحجر، فإذا بها تلمح أدوات زياد مبعترة وملابسه ملقاة على الأرضية. فضحكت وقالت: معك حق يا زياد، فالمسلم يجب أن يكون جسمه نظيفا، ولكن لابد أن يكون بيته نظيفا أيضا. فرد قائلا: ولكن ألا يكفي يا أمي أن يكون ثوبي وجسمي نظيفين؟
هنا في الفقرة ديت بيقول ايه، ان الام خلاص كانت خارجة من الحجرة فراحت بتبص كده لمحت ادوات زياد مبعثرة على الايه على الارض وملابسه ملقاة ايضا على الارض، فضحكت الام. يا ترى الام ضحكت ليه؟ لان زياد نظيف، بس نظيف في ايه؟ نظيف في جسمه ونظيف في نفسه، لكنه ليس نظيفا في ايه؟ في بيته. فراحت قالت له ايه؟ قالت له معاك حق يا زياد، لما هو قال لها المسلم يجب ان يكون ايه نظيفا، راحت قالت له ايه، لكن لابد ان يكون المسلم ايضا نظيفا في بيته زي ما هو نظيفا فين؟ في جسمه. وراح رد عليها زياد قائلا ولكن الا يكفي يا امي ان يكون ثوبي وجسمي نظيفين؟ طالما انا ملابسي نظيفه وجسمي نظيف خلاص كفايه، هل يا سنه ثانيه يكفي ذلك؟ يعني المهم ان احنا نكون كمسلمين عندنا نظافه في اجسادنا وفي اشكالنا، ولكن لا نهتم بنظافه البيت او نظافه المكان اللي احنا قاعدين فيه، سواء في المدرسة او سواء في النادي او سواء في اي مكان احنا بنبقى قاعدين فيه. لا طبعا، المسلم نظيف، نظيف في جسمه ونظيف في بيته ونظيف في مدرسته ونظيف في اي مكان ايه بيكون هو موجود فيه. لازم نحافظ على نظافة هذا المكان وايه ولا نلوثه، ويجب ان يكون المسلم ايه نظيف وعنوان للمكان اللي هو موجود فيه. يلا كده يا طلابي نستكمل درسنا النهاردة. قالت الأم إن المسلم يا زياد إذا حل بمكان تركه أفضل مما كان، فإذا سكن في بيت حافظ على نظافته، وإذا سكن في شارع عمل على تجميله. طب إيه الموضوع دوت؟ قالت الأم لازم إن هي توضح لزياد، توضح له إيه؟ توضح له إزاي للمسلم بيبقى إيه نظيف. إن المسلم يا زياد إذا حل بمكان تركه أفضل من مكان. إحنا المسلمين أو المسلم أيا كان المكان الذي يجلس فيه لابد أن يكون نظيفا، ولابد أن لا يلقي إلى فيه إيه القمامة حتى لا يكون متسخ، صح كده؟ يبقى معنى كده لابد أن يكون المسلم نظيف، حتى المكان اللي هو جالس فيه لابد أن يكون إيه نظيفا. فإذا سكن في بيت حافظ على نظافته، يعني مثلا لو حضرتك ذهب إلى إيه؟ إلى بيت صديقه، ينفع إن احنا نلقي بالقمامة أو نلقي بأشياء متسخة في بيت صديقنا؟ لا، لأن المسلم من شروطه أن يكون نظيفا، لازم المكان الذي يجلس فيه يكون نظيفا. معانا حاجة نرميها في سلة المهملات. لذلك فإذا سكن في بيت حافظ على نظافته. طب وإذا سكن في شارع ها عمل على تجميله، يعني مثلا زي الصورة التي أمامنا، ها الشارع متزين بإيه؟ الله، ده متزين الشارع بإيه؟ بالأشجار. بص كده كل بيت لون، وكل ده وتحت كل بيت إيه؟ ها أشجارا، صح؟ يبقى معنى كده إن احنا لابد أن نعمل على تجميل الشارع التي إيه؟ الشارع الذي نسكن فيه. لذلك كانت قالت الأم هذه النصائح إلى زياد حتى يكون إيه؟ نظيفا، لأن من صفات المسلم أن يكون إيه؟ نظيفا. طب يلا مع بعض كده نكمل إيه؟ قصتنا. فكر زياد وقال وكذلك الفصل، فقالت له نعم، والحافلة والمسجد يجب أن يتركهما المسلم أفضل مما كان، فالإسلام دين النظافة. والآن هل ستترك حجرتك هكذا؟ فنظر إلى أمه وقال كلا، سأرتبها الآن قبل أن أذهب للصلاة. هنا فكر زياد وقال لمامته طب يا ماما وكمان الفصل، الفصل اللي احنا بنقعد فيه في المدرسة؟ قالت له نعم، لا بد أن يكون ذلك الفصل نظيف وأن نتركه أيضا إيه نظيف. إحنا الصبح لما بنيجي المدرسة يا سنة تانية بنلاقي الفصول بتاعتنا إيه نظيفة، يبقى إحنا كمان نحافظ على نظافتها حتى نهاية اليوم، وإيه ونتركها عندما إيه نذهب إلى البيت مرة أخرى نتركها نظيفة حتى نعود إيه فنلقاها نظيفة. فقالت له أم نعم، والحافلة؟ يا ترى إيه الحافلة؟ ها الأتوبيس اللي احنا بنركبه علشان نيجي بيه الايه المدرسه، لازم ان احنا ايه نتركه نظيف كما ركبه.
حرمناه نظيفا. والمسجد، المسجد اللي احنا بنروح نصلي فيه، احنا بندخل نلاقي المسجد نظيف، يبقى لازم ان نتركه ايضا ايه نظيف، وكمان نتركه افضل مما كان عليه. يعني احنا لو لقينا حد رمى حاجه احنا ايه ناخدها ونلقيها فين؟ في القمامه. إيه وده طبعا ايه بناخد عليه حسنات. فالاسلام دين النظافه. هنا بقى الام قالت له ايه بعد بقى ما عرفت كل ده، هل ستترك حجرتك هكذا يا ترى بقى يا زياد، هتسيب الحجره كده؟ فنظر الى امه وقال لها ايه كلا سارتبها الان، لا 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 ده انا لازم ايه ارتبها دلوقتي حالا قبل ايه قبل ما اروح اصلي مع ابي وايه وجدي قبل ان اذهب لصلاه الايه الجمعه. يبقى بكده زياد هيعمل ايه؟ هيرتب غرفته. يلا مع بعض كده يا طلابي نستكمل. عاد زياد من المسجد حالته ايه؟ متهللا وقال لامه يعني فرحان، لقد كانت الخطبه اليوم عن النظافة. النهاردة كانت مامته، كانت أصلا الأيام اللي فاتت كانت مامته بتكلموا عن النظافة وإن إزاي المسلم لابد أن يكون نظيفا، وبالصدفة كانت خطبة الجمعة اليوم كانت عن إيه؟ عن النظافة، وكانت رائعة حتى إن المصلين من أهل الحي اتفقوا بعدها على تكوين فرق لتنظيف الشوارع وطلائها وزرع أشجار بها. فردت الأم يا لها من مبادرة جميلة، يا لها من مبادرة جميلة، هكذا يكون المسلم نظيفا أينما حل، وهكذا يكون دور المسجد في حياتنا، نجتمع فيه للصلاة فيكون صلاح ديننا، ونتشاور به في أمور دنيانا فنحيا حياة سعيدة. طب يلا مع بعض كده هوت يلا نشرح الفقرة بتاعتنا. طبعا زياد كان فين؟ كان في المسجد، عايد من المسجد لأنه كان يصلي صلاة الجمعة، وطبعا زي ما احنا عارفين ان صلاة الجمعة بيكون لها فيها ايه خطبة. طيب عاد زياد من المسجد كان حالته ايه؟ حالته متهللا يعني ايه يعني سعيدا وفرحان. طب قال لمامته ليه سبب السعادة؟ كانت الخطبة اليوم عن ايه؟ عن النظافة، وكانت رائعة، وهكذا دور المسجد. لابد ان يكون للمسجد دور، لما بنروح صلاة الجمعة لابد ان نستمع الى الخطبة، ولابد ان نجلس من اول الخطبة في صلاة الجمعة حتى نستفيد ايه من دور المسجد في اثناء الخطبة، حيث ان كانت الخطبة عن ايه؟ عن النظافة. طيب حتى ان المصلين بعد ان استمعوا الى خطبة الجمعة عملوا ايه من اهل الحي؟ اتفقوا على ايه؟ انهم هيكونوا فرق، فرق يعني مجموعة من الناس. طب تعمل ايه؟ مجموعة تنظف الشوارع، ومجموعة تقوم بطلائها، ومجموعة أخرى تقوم بإيه؟ بزرع أشجارا بها. هكذا كونت الأهل الحي إيه؟ الفرق، وذلك بعد إيه؟ بعد خطبة إيه؟ يوم الجمعة، لأن الخطبة كانت عن إيه؟ عن النظافة. فردت الأم يا لها من مبادرة جميلة. طبعا الأم عجبت جدا بالمبادرة اللي حصلت من أهل الحي إن هم هيقوموا بتنظيف الشوارع وطلائها وزرع أشجارا إيه بها، وذلك أكدت على دور المسجد في حياتنا، أكدت على إيه دور المسجد في حياتنا نجتمع فيه. طب إحنا دور مسجد إيه؟ أول حاجة نقوم بالصلاة فيه، يبقى أول حاجة إيه؟ نجتمع فيه للصلاة. طيب تاني حاجة نتشاور به في أمور دنيانا فنحيا حياة إيه؟ سعيدة. طبعا دور المسجد كبير جدا، لابد أن نقوم بالذهاب إلى المسجد لإيه؟ للصلاة، وذلك يكون دور إيه؟ المسجد. وبكده نكون انتهينا من قصة المسلم إيه؟ نظيف. طب يلا مع بعض كده نكمل الأسئلة بتاعتنا. أول حاجة سؤال المتفوقين، أذكر صور النظافة المختلفة. تاني أذكر صور النظافة المختلفة. يلا يا طلابي جاوبوا سؤال المتفوقين، مستنية ردكم في التعليقات. يلا مع بعض كده، يلا ضع علامة صح أو خطأ. المسلم لابد أن يكون نظيفا، طبعا دي إجابة صحيحة. الإسلام دين النظافة، صح.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل، يلا بينا مع بعض. هيديني جملة وهي ناقصها بعض الكلمات واحنا هنكملها مع بعض. المسلم نقط في نفسه، المسلم نظيف إيه؟ في نفسه. ونقط ونقط واينما حل وايه وفي وبيته وشارعه واينما حل. السؤال اللي بعد كده، دور المسجد في حياتنا، نقط ونقط. المسجد ليه دور كبير جدا في حياتنا، ايه هو دور المسجد؟ اول حاجه قلنا نجتمع فيه للصلاه، وتاني حاجه نتشاور به في امور ديننا ودنيانا. برافو يا سنه تانيه. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، في انتظار اجاباتكم على سؤال المتفوقين في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.